للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة الممرضة الفدائية التي كرمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيدة الكمشوشي، برحب بك، وكيف استقبلت هذا التكريم وما أعاده إليك من ذكريات إبان الفترة التي قضيتها في عمليات الفداء والحرب؟ تقبلتها بروح كويسة، والتكريم كان كويس، وكله ما شاء الله، يعني كانت روحه كويسة، ولقيت القاعة كلها ما شاء الله عليهم استقبال رهيب 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 ليا. وفوجئت بعد التكريم، ناس استنتني كتير كتير قوي قوي قوي، من القوات المسلحة والأهالي وكل اللي كانوا في القاعة بقوا يرحبوا بيا، عملوا الاحتفال رهيب جدا جدا. حتى بعد ما خرجنا الاهالي كانت مستنياني بره باولادهم وصوروا معايا، وكان يوم حافل وجميل يعني بصراحه. نعم، الذكريات وابرز المحطات في حرب الاستنزاف وما قمت به في محافظه السويس في عمليات للتطوع والفداء. أنا كنت في السويس في 73، الاستنزاف ما حضرتوش. 73 قام. أنا أول تعييني رحت، غبت سنتين ما كانش الحرب بدأ، في 73 الحرب بدأ 6 أكتوبر. قررت التطوع؟ أنا تعيين هناك، أنا متعينة هناك مش تطوع، ده أنا تعيين هناك. قبل الحرب بسنتين كنت في السويس، يعني انا واخده جواب التعيين على مستشفى السويس. ابرز الادوار اللي قمت بها في فتره 73، لانها كانت فتره الحقيقه نصر بعد كبوه اجتاحت المجتمع المصري على المستوى النفسي ليس فقط المستوى العسكري. طبعا كان نصر كويس وروح كويسه من المرضى المصابين الاهالي الأطباء التمريض، وكان كله روح واحد وروح كويسة جدا جدا، ومفيش حاجة يعني عقبة يعني حجزت، مفيش، كله ما شاء الله كان قايم بدوره على أكمل وجه. إيه أصعب المواقف اللي بتتذكريها؟ أصعب المواقف طبعا المصابين، وطبعا لما في ناس كتير استشهدت وناس جرحى كتير، فطبعا قالوا احنا عايزين ننزل المرضى اللي هي بتنزل ديت ننزلها مصر، لان ما كانش لا فيه لا دم ولا اكل ولا شرب ولا حاجه. فطبعا نزلوا، احنا طبعا كل واحده مسؤوله عن غرفه لها للمرض، ده عندي كم مريض ودي عندي كم مريض، جمعناهم والاسعاف بتاع الخاصة نزلنا المرضى، الإسعاف خدتهم وراحوا على المثلث، كانوا قافلين علينا الطريق مصر السويس. فطبعا المرضى بتوعنا رايحين بالعربية عشان يروحوا يتعالجوا في مصر، لأن ما كانش فيه حاجة هناك في السويس. راحوا مرجعينهم تاني، قالوا لا أنتوا مش هتنزلوا إلا لما تجيبوا لنا عدد الناس المرضى الإسرائيليين بعدد المصابين اللي نازلين مصر يتعالجوا. واتعاملتي ازاي مع الموقف؟ ايه؟ اتعاملتوا ازاي مع الموقف؟ مع الموقف ده اتعاملتوا ازاي؟ المتوفيين؟ مع المصابين؟ اتعاملتوا معاهم ازاي؟ اتعاملنا بقى جمعناهم عشان ينزلوا، فعلا راحوا لغايه المسلح، راحوا مرجعينهم تاني. لما رجعوهم تاني قالوا عايزين عدد المتوفيين من الإسرائيليين مع عدد المرضى اللي نازلين يتعالجوا في مصر. فطبعا لمينا، كانت حوالين المستشفى في ناس متوفية إسرائيلية، لمينا عدد الإسرائيليين، جم خدوهم بالطيارة بتاعتهم والمصابين نزلوا مصر. فطبعا ما كانش فيه دم ولا أكل ولا أي حاجة من دي خالص لنا. فطبعا مدير المستشفى اتصل بالقاهرة ان احنا عايزين دم ضروري عشان في ناس بتنزف كتير وعايزين حاجات من مصر. طبعا الشهيد انور السادات بعت فعلا
بعت أكل وبعت لبس لنا كل واحدة 5 غيارات، بعت دم، بعت كل حاجة إحنا عايزينها فعلا. بس وقفوا بقى العربيات ديت، ما دخلتش السويس إلا بعد 4 أيام أو 5 أيام. بعد الدم ما اتجلط وخدوا طبعا، ما بعتولناش غير كل واحدة غيار بس، وطبعا ما بعتوش حاجة يعني، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب فطبعا اتفضلي. طيب كملي كلامك. فطبعا لما قالوا كده قالوا لا احنا مش هندخل العربية دلوقتي، فسابوا الحاجة لما باظت دخلوها لنا يعني. حسيتي بإيه لما عرفتوا إن احنا عبرنا؟ عبرنا إيه؟ كان إن احنا انتصرنا، إن يوم 6 أكتوبر كان عنصر المفاجأة على الجميع. ده فرحة كبيرة، فرحة كبيرة كبيرة كبيرة، إرادة ربنا وفضل ربنا علينا. عين اتفتحت في المحافظة، عين اتفتحت للمية، ما كانش فيه شرب ولا أكل. المحافظ بعت لمدير المستشفى قال له احنا في عين اتفتحت، تعالوا شوفونا، ولو اي حد عايز يملى يروح يملى منه. انا رحت فعلا والله، كانت المرضى يا عيني عطشانين جدا. فانا قمتم بدور بطولي لا يقل عن الدور اللي قامت بيه العسكريه المصريه او الجندي المصري على الجبهه. انتوا كنتوا على جبهه اخرى بتحاربوا بشكل تاني مختلف. طبعا طبعا، احنا لما دخلوا علينا يوم 24 10 الساعة 10 صباحا، 7 دبابات، ما انقذش الموقف ولا المستشفى ولا اللي فيها ولا الاطباء والتمريض الا المرضى المصابين العسكريين. الفضل الكبير لهم وربنا اولا. ربنا اولا. واحد منهم اسمه حسن، دراعه مبطور. الاسلحه بتاعتهم لما دخل كل واحد بقى يرمي سلاحه في الارض في المستشفى، فطبعا الاسلحه كانت عندنا من الارض للسقف. فلما دخلوا علينا ب7 دبابات راحوا طبعا قالوا لنا ما تخافوش بس ناولوا لنا الاسلحه. فطبعا بقينا نناولهم. واحد اسمه حسن دمر اول دبابه، والثاني كانت رجليه مقطوعه الاثنين، فناولاله برضه سلاح دمر الدبابه الثانيه. في عساكر يعني اصابتها كويسه يعني، رحمه عن غيرها، طلعوا كلك راحوا مدمرين ال7 دبابات. وفي صور ليا كده في برضه واحنا على باب المستشفى لما اتدمرت الدبابات اتصورنا عليه، وموجوده الصور دي. حضرتك بطله، ويعني احنا بنشكرك جزيل الشكر على اللي قدمتيه لمصر في حرب 73، وبنشكرك مرة تانية أن أنت كنت معنا النهاردة على الهواء. سيدة الكمشوشي، الممرضة الفدائية التي كرمت من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمس في الندوة التثقيفية الخاصة بالقوات المسلحة المصرية. أشكرك.